سلام بالناس، هذا فيديو جديد مع سلمى. خدمت هذا الموديل هذا وبغيت نشاركه معكم. انا خدمت فقط التنبات لانني انا ما كنطرش بالماكينه، لان بزاف د الناس ملي كننزل انا طرز الماكينه كيقولوا لي بارك الله فيك بغيت الرشمه. انا كيف ما كتعرفوا يعني كيجي متروز ما كنعرفش الرشمه ديالك الطريقه. المهم انا نصور لكم كامله الا بغيتو نتوما تخرجوا منا الرشمه. انا عملت هذا الزمرد هذا كيف ما كتشوفوا، يعني فقط وهاد البروشات هادو. انا عجبني هذا الموديل هذا والستيل ديالو، بغيت نشاركه معكم باش الا كانت شي وحده تبغي تعمل بحالو ها هو. مرحبا، هذا هو الصدر. غنجيو لتحت لان كتشوفوا هو باقي ماشي مخيط، ولكن واخا هيداك لانني انا ما كنشوفش الحاجه ملي كتسالى. ها هي هاد الرشمه من تحت، هادي الرشمه في اليد. انا ان شاء الله هنزلكم على الفيديو، هنزلكم تصاور مع وطين باش تشوفوهم. وهذا الطار ها هو. انا خدمت هاد القفطان هذا في الكرونه والزرق. الزرق ديالو انا ننزل لكم دابا باش تستافدوا منه حتى هو. الموديل ها هو، انا خدمته في الزراق. هو متروس كيف ما قلت لكم في الكرونه بانه هو متروس. اذا جبتوا لي متروس انا فقط عملت له هذا الزمرد هذا، ولكن واخا كيبان ساهل ولكن ديك في التساق وقطع في التساق ورجع لهنا يعني كدي الوقت بزاف. ها هو هذا هو الصدر جافاه. هاد الكم هذا ها هو كم هذا جات فيه هنا نتاحت هاد الزواقة هادي. وكاينه من البنات كيف ما قلت لكم عيطلبوا مني حتى الرشمه، انا ماشي انا اللي ترسو، ولكن غنصور لكم عوض تصور في هاد الفيديو هذا باش الا بغيتو تخرجوا منه من الرشمه. كنتمنى يعجبكم هذا الموديل هذا، ومع درس جديد ان شاء الله، وشكرا.